بعضهم يقول هذه من صفات المخلوق ولا يليق أن نصف الله بصفات المخلوق. ليس بضرورة، محبة الله تليق به ومحبتنا تليق بنا. ألم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن جبل أحد؟ وهو جبل جماد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. فأثبت المحبة بين الإنسان وبين الجماد وهما مختلفان. وأحيانا الإنسان يحب فرسه، يحب بعيره، يحب قطته، وهي تحب، وهي تبادله هذا الشعور، ما المانع؟ فإذا كان هذا بين المخلوقات فما المانع أن تكون المحبة بين المخلوق والخالق سبحانه وتعالى؟ لماذا نحرم الناس من هذا الشعور الطيب المبارك حيث يستشعر الإنسان أن الله يحبه فيجد الفرح والسرور والسعادة والطمأنينة إذا استشعر هذه المحبة من الله تبارك وتعالى وسعى في تقويتها وضبطها بحيث يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بما يحب سبحانه وتعالى، كما قال النبي أو كما قال ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. لئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. من منا لا يتمنى أن يكون ذلك الإنسان الذي يحبه الله تبارك وتعالى؟